كلها تقريبا انا بحبها. طيب في الرياضة حضرتك أهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. هتشجع مين في كأس العالم؟ انا كنت هشجع مصر بس للاسف هم معركه معانا، يعملوا دايما معركه لكن معانا. أكيد في فريق محبب ليه غير طبعا حكى نفسنا المنتخب يصعد يعني. والله انا يهمني الفرق العربيه، هي هم تونس بيحاولوا والمغرب والسعودية تونس وقطر. طبعا الفرق العربيه لكن لازم. صعب يعني لو صعدوا ما أصلا. بص، ما فيش حاجه صعبه، احنا على فكره بنقدر نثبت نفسنا، ولكن هي الحرب علينا احنا ان احنا ما نثبتش نفسنا. هم عارفين ان احنا اقوى منهم بكتير، وعارفين ان احنا احسن منهم بكتير، بدليل ما شاء الله لا قوه الا بالله. الشباب بتوعنا غلبوا بلجيكا، بلجيكا المصنف الثاني على العالم، وكانوا بيلعبوا بطريقه جميله جدا وهاديين. عايز اعرف برضو توقع حضرتك مين هيفوز بالكاس؟ هتلاقي اي حد يعني اوروبي غير العربي، يعني برازيل، ارجنتين، فرنسا. هو دايما بيبقى الموضوع ما بيخرجش من المانيا لفرنسا برازيل وارجنتين. وارجنتين نعتبر ان ده المربع الذهبي، المربع الذهبي هم ما فيش غيرهم دايما كل سنه. شاكرين لحضرتك جدا يا استاذ محسن، وان شاء الله اتمنى حالها تبقى قوية.